السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي الصحيح لملاصقة الأرجل مع من يجاور المصلي. لملاصقة الأرجل مع من يجاور المصلي. لملاصقة الأرجل مع من يجاور المصلي. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قاموا في الصف يلصق أحدهم كعبه بكعب صاحبه وكتفه بكتفه أو منكبه بمنكبه لغرضين: الغرض الأول تحقيق المساواة، والغرض الثاني سد الفرج. وليس إلصاق الكعب بالكعب مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره، وهو تحقيق المساواة والتراص. وبناء على ذلك يتبين أن ما يفعله بعض الناس الآن من كونه يفرج بين رجليه ويحرف الرجل أيضا من أجل أن تتلاصق الكعاب لا أصل له. فالصحابة لم يقولوا كان الرجل يفرج بين رجليه حتى يمس كعب صاحبه، بل قالوا إنهم يتلاصقون حتى إن أحدهم ليمس كعبه كعب صاحبه. لكن بعض الناس لا يتأنى في فهم النصوص حتى يعرف المراد، وإلا ليس من وإلا لا يمكن أن يدعي أحد أن المعنى أن الرجل يفرج رجليه ويبقى أعلى البدن متباعدا، هذا غير ممكن ولا أحد يقول بهذا. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.